بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الأشياء التي يستحب أو يباح فعلها في الصلاة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها المستمع الكريم، سبق في الحلقة السابقة أن بينا جملة من الأشياء التي يكره فعلها في الصلاة، وفي هذه الحلقة سنحدثك إن شاء الله عن ما يستحب أو يباح لك فعله في الصلاة، لتعرف الفرق بين ما يشرع وبين ما يمنع من الأفعال والأقوال في الصلاة. فاعلم أنه يسن للمصلي رد المار من أمامه قريبا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، رواه مسلم. لكن إذا كان أمام المصلي سترة، أي شيء مرتفع من جدار ونحوه، فلا بأس أن يمر من ورائها. وكذا إذا لم يكن أمامه شيء واحتاج إلى المرور لضيق المكان، فيمر ولا يرده المصلي. وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونه سترة، وليس دونهم سترة، رواه الخمسة. وذلك دفع للحرج والمشقة. واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث سعيد. وأما المأموم فسترته سترة إمامه، وليس اتخاذ السترة بواجب، لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود. وينبغي أن تكون السترة قائمة كمؤخرة الرحل، أي قدر ذراع، سواء كانت دقيقة أو عريضة. والحكمة في اتخاذها لتمنع المار بين يديه، ولتمنع المصلي من الانشغال بما وراءها. وإن كان في صحراء صلى إلى شيء شاخص من شجر أو حجر أو عصا، فإن لم يكن عنده بنيان، فإنه يغرس العصا في الأرض ويضعه بين يديه، أو يضعه بين يديه عرضا. وإذا التبست القراءة على الإمام، فللمأموم أن يسمعه القراءة الصحيحة ويفتح عليه. ويباح للمصلي لبس الثوب ونحوه، وحمل شيء ووضعه، وفتح الباب، وله قتل حية وعقرب، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. لكن لا ينبغي له أن يكثر من الأفعال المباحة في الصلاة إلا لضرورة، فإن أكثر منها من غير ضرورة وكانت متوالية أبطلت الصلاة، لأن ذلك مما ينافي الصلاة ويشغل عنها. وإذا عرض للمصلي أمر كاستئذان عليه، أو سهو إمامه، أو خاف على إنسان الوقوع في هلكة، فله التنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه. ولا يكره السلام على المصلي إذا كان يعرف كيف يرد، وللمصلي حينئذ رد السلام في حال الصلاة بالإشارة لا باللفظ، بأن يقول وعليكم السلام مثلا، هذا لا يقوله في الصلاة، وإنما يشير إشارة تعطي أنه يرد السلام. فإن رده باللفظ بطلت به الصلاة، لأنه خطاب آدمي، وله تأخير الرد إلى ما بعد السلام. ويجوز للمصلي أن يقرأ عدة سور في ركعة واحدة، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة
وآل عمران والنساء، ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين، وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين، ويجوز له قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، ويقرأ في الركعة الثانية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، ولعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. لكن لا ينبغي اعتياد قراءة أوساط السور وأواخر السور إلا في بعض الأحيان، ولا ينبغي له الإكثار من ذلك، بل يفعله أحيانا. وللمصلي أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب، وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة، وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره لتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره. أيها المستمع الكريم، هذه جملة من الأمور التي يستحب لك أو يباح لك فعلها حال الصلاة، عرضناها على مسمعك رجاء أن تستفيد منها وتعمل بموجبها حتى تكون على بصيرة من دينك. ونسأل الله لنا ولك المزيد من العلم النافع والعمل الصالح، ولتعلم أن الصلاة عبادة عظيمة لا يجوز أن يفعل أو يقال فيها إلا في حدود المشروع والوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعليك بالاهتمام بها ومعرفة ما يكملها وما ينقصها حتى تؤديها على الوجه الأكمل. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لنواصل معك بقية الحديث عن أحكام الصلاة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.